النهاردة الحد الثالث من شهر مصر. ولنا كده ان الكنيسة ان الحد الثالث من شهر مصر ده يعني خلاص السنة، بس السنة القبطية مش السنة الميلادية، بتنتهي، لان خلاص هو ده اخر شهر او يعني اخر حدود في السنة كلها اللي بتبقى فيها شهور كاملة، لان فاضل شهر اللي هو شهر النسي كام ايام وخلاص ونبتدي السنة. عشان كده اللي يركز في القرايات بتاعت الشهر كله الأحد بالذات اللي ورا بعضها يجد ان كل القرايات بترتبها الكنيسة انها بتدعونا لوقفة مع النفس، عشان لما نبتدي سنة جديدة اللي هي السنة القبطية نبقى بادين واحنا بداية كده كويسة، يعني بداية مظبوطة زي ما بيقولوا. عشان كده تجد الحد الاول من شهر مصر اللي يتذكر كده بيرجع بالذاكره ورا كان بيتكلم عن مثل مشهور اللي هو مثل الكرمة والكرمين. والغرض من المثل ده في كلمتين ان ربنا بيقول لك فين الثمر بتاعك. سنه كامله عدت، سنه قبطيه كامله عدت، وانا مستني الثمر، وربنا هياخد مننا الثمر كده كده، فكل واحد فينا لازم يبقى مستعد للثمر ده. فتيجي تتحجج يقول لك انت بلا عذر ايها الانسان، ما عندكش عذر. طب يا رب انا خاطي وانا ضعيف، فيجي ردد عليك في الحد اللي بعده في مثل او يعني في قبول اللاوي، ويقول لك كده اذا كنت انت خاطي فانا صديق الخطاه والعشرين، وده يدينا رجاء ويقول لك يعني ما تفقدش الامل، يعني انا صديق الخطاه والعشرين، عايز ايه اكتر من كده؟ يعني انا جاي عشان الخطاه والعشرين. ويجي بالحد بتاع النهارده يقول لك طب يا رب انا ساعات كده ببقى الدنيا متلخفنه معايا ومش عارف اظبط، فيقول لك اعرف فين مشيئتي، وده اللي احنا هنتامل فيه النهارده ونعيشنا وكان لنا عمر. يجي الحد اللي جاي يختم بقى شهر مصر ويتكلم فيه عن فكره بقى المجيء الثاني، والمجيء الثاني ده احنا بنبقى محتاجين له يبقى فيه سهر دائم واستعداد باستمرار. دي فكره الشهر او الاربع احاد بالنسبه لشهر مصر. لكن خلونا النهاردة نتأمل كده في كلمة في الإنجيل كلنا طبعا أكيد يعني جات على ما سمعنا تقريبا، يعني آخر آية في الإنجيل. إنجيل كان طويل، لكن آخر آية كده نتأمل فيه النهاردة بيقول لك لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأم. أنا أحب كده الناس تبقى بتاخد وتدي معايا كده، ماشي؟ أخي وأختي وأم. بس احنا نتأمل في إرادة الله أو مشيئة الله. يتكلم كده ان في الكتاب المقدس يقول لك في بعض الآباء يقول لك بص بقى إرادة ربنا ومشيئة ربنا دي حاجة واضحة قوي، فقال لك كده واضح جدا في الآية يقول لك الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق. واضحة ولا مش واضحة؟ باينة خالص إرادة ربنا. لكن يجي في مواضع تانية كده في الكتاب المقدس ليه يقول لك مثلا في رومية 11 من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا. آية غريبة يقول لك يعني مين ده اللي يعرف فكر ربنا؟ لما نيجي نتكلم عنها كده بالبلدي كده يعني هو مين ده اللي يعرف فكر ربنا؟ حد يقدر يوصل ان هو يعرف فكر ربنا؟ مش ممكن. ويكمل كمان صعوبة فيقول لك ايه ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. يعني يا رب احكامك او فكرك اللي بيدور جوه عقلك ده صعب جدا ان حد يقدر يوصل له، صعب جدا انه حد يفهمه. طب يا رب مشيئتك اللي انت بتقول لنا نعملها دهيت سهلة ولا صعبة؟ وسامحوني في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في حاجات كتيرة تخلينا يعني ما نبقاش قادرين نميز او قادرين نفهم مشيئة ربنا دي. مثلا حاجة زي من الحاجات اللي احنا دايما بتبقى مشهورة في العالم الظلم. تجد ان مثلا دايما بالاغلب اولاد ربنا بالذات دايما يتعرضوا للظلم، فتقول يا رب انت انا عايز افهم حكمتك، انا مش فاهم، فهمني انا الدنيا ابتدت يعني ايه، يعني ما تبقاش واضحه كده بالنسبه لي. من ضمن الامثله اللي دايما كده دايما نبقى مشهوره يقول لك ايه، يعني سبحان الله واحد في كل الامراض بتاعت الدنيا كلها ومعدي يعني داخل في 100 سنة ويقول لك يعني كرح فراش واللي بيسندوه عشان يقوموه واللي عمالين يعني بياكلوه بايديهم وعايش. ويجي شاب عنده حاجه و30 سنه او يعني داخل في 40 ولسه بصحته وعنده لسه اولاد وبيكبروا ويعني يشاء ربنا ان هو ينتقل. تقول يا رب طب يعني
سامحوني يعني انا احنا بشر، نقول له ايه الظلم ده؟ طب ده عايش ليه؟ وده ليه يموت؟ فين هي مشيئتك؟ او فين هي ارادتك؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم حكمتك في كل اللي انت بتعمله ده يا رب. وساعات زي ما بقول لك كده، المثل المشهور في مصر يقول لك ايه، سبحان الله سبحان الله. سبحان الله دي كلمة حلوة، انت بتسبح ربنا، لكن سامحوني احنا بنقولها ايه يعني، واحنا بنجز على اسناننا كده يعني، واحنا بنستنكر يا رب يعني ليه كده. انا بصراحة مش هجاوب على السؤال، بس احنا خلينا نحط كده ثلاث حقائق سريعا عشان وقتكم، ثلاث حقائق في فكرة مشيئة ربنا او في معرفة ارادة ربنا. يقول لك كده الاباء او يعني اللي بيعلمونا، يقول لك في ثلاث قواعد اساسية في موضوع مشيئة ربنا قبل ما تبتدي تفهم ايه هي مشيئة ربنا. اول قاعدة وخلينا نحفظ مع بعض، يقول لك كده ان ربنا ما بيتدخلش في حياتك الا بدرجة السماح اللي انت بتسمح له بيها. مفهومة؟ صعب. خلينا ناخد مثل، لو انا قاعد في اوضه، الاوضه دي مظلمه تماما جميل، بس النور بره حلو كده يعني، فانا ابتديت اعمل خرم صغير في الاوضه، النور اللي هيخش هيخش قد ايه؟ قد الخرم. طب يعني طقت في دماغي، رحت فاتح كده فتحه 10 سنتي في 10 سنتي، النور هيزيد ولا مش هيزيد؟ ها، طب فتحت الشباك، فتحت بقى البلكونه، ويا سلام بقى لو فتحت كله مع بعضه، النور ايه اللي هيحصل في الاوضه؟ كل الاوضه هتبقى منوره. هو ده اللي احنا بنعمله مع ربنا، في ان احنا بنسمح له ان هو يخش في حياتك. فيقول لك ربنا مش بيتدخل في حياتك الا بالدرجه اللي انت بتسمح له انه يخش بيها. فعلى قد ما تفتح حياتك لربنا، على قد ما ربنا يخش ويبتدي يتكلم معاك ويبتدي يفهمك مشيئته. فتيجي تسأل تقول له كده، يا رب يعني هو انت محتاج ان انت تستأذن يعني؟ دي حياتي كلها بتاعتك. يقول لك لا، يقول لك في نشيد الانشاد يقول لك ايه، افتحي لي يا حبيبتي، افتحي لي، انا واقف بس انت اللي تفتحي. ويرد عليك يقول لك كمان في آية تانية، يقول لك ها انا واقف ها على الباب، انفتح الشرط ايه؟ يقول لك ربنا انا بحبك بس محبتك دي ما تلغيش ان انا اديك حريتك. انت لك الحرية المطلقة، وبحريتك تقدر تختار، فانت اللي تقدر تفتح الباب وتيجي تقول له يا رب انا بتاعك، انا ماليش رغبة، انا ماليش مشيئة، انا عايز مشيئتك وارادتك تكون هي نفس مشيئتي وارادتي. حتى لو انا ليا فكر تاني او ليا ارادة تانية، ارجوك يا رب اخضع المشيئتين، بس في النهاية ان انا اكون تبع ايه؟ مشيئتك انت. هو ده اللي ربنا بيبقى مستنيه. واكبر مثال على كده ابونا ابراهيم. في يوم من الايام كده ربنا جه وقال له ايه؟ سيب اهلك، سيب فلوسك، سيب عشيرتك، سيب كل الارض اللي انت عايش فيها واخرج معايا. وهو بيخرج حتى ما قالوش انت رايح فين، وقال له اخرج، فخرج ومشى. ولانه كان من الاخر كده قال له يا رب انا ماليش رغبه ولا ليه اراده وانا مسلم لك، فعشان كده ربنا لما اتدخل، اتدخل بكامل حريته، اتدخل بكامل حريته لدرجه ان هو منعه من الغلط، او منعه من ان هو يخش في مشاكل زي ما حصل في المرتين، مره في مصر تمام، او في المرتين اللي خلى مراته تكذب وتقول انها ايه، اخته. فيقول لك ربنا كده ايه، عشان هو كان في الاصل هو غلط، بس هو اصلا كان مسلم وقال له يا رب انا ماليش رغبه وماليش اراده، فانا سايب لك كل حاجتي. فعشان كده ربنا عمل ايه، اتدخل قبل ما يقع في الغلط، اتدخل قبل ما تحصل مشاكل، وهو اللي ظهر حتى من غير ما يطلب ابراهيم. ده كان ضعف، لكن كان ضعف وانت مسلم وانت سايب حياتك. يبقى اول قاعده بنتكلم فيها ان ربنا ما بيتدخلش الا بدرجه الايه، صحصحوا معايا، ربنا ما بيتدخلش الا بدرجه السماح اللي احنا بنسمحها له. هو واقف، فتحت له هيخش، على قد ما تفتح له على قد ما يقدر يخش كامله. تاني قاعده في موضوع مشيئه ربنا دي، عشان نقدر يعني نستوعب فكر ربنا او حكمته في اعماله في الدنيا كلها،
يقول لك ان ربنا يحذر الانسان عن الشر، يقول له خد بالك في كذا او ممكن يحصل كذا، لكنه ما يمنحش الشر ده. ليه؟ لانه بنفس المبدا انت ليك الحريه، ليك مطلق الحريه. فعشان كده يقول لك في سفر التثنيه لما كان بيتكلم مع الشعب بتاعه قال له كده: هناك طريقان جعلتهما امامك، في طريقين انا حطيتهم قدامك، يا اما طريق لعنه وده هيجي بسبب الخطيه، يا اما طريق بر او سوري طريق بركه وده هيجي بسبب البر اللي انت بتعيشه. طب يا رب نعمل ايه؟ انا لحد هنا وخلاص، ماليش قدره او ماليش تدخل ابعد من كده، لكن ان انت تختار ما بين الطريقين. طب يا رب يعني ما تحطيني في طريق البر او في طريق الخير ده غصب عني. يقول لك لا. طب وانا لما اجي في اخر الايام واقول لك بقى يا ترى انت ينفع تخش جنه ولا تخش الطريق التاني؟ ما انت مالكش اصلا مطلق الحريه. وكان يبقى الحل ببساطه: ما انا كنت ممكن اخلقكم من الاول ملائكه وخلاص ويبقى العالم كله ملائكه، بس فين ارادتك انت عشان تختار وتقول له انا عايز كده؟ ساعتها ممكن كنت تقف تقول له: يا رب انا بصراحه مش عاجبني العيشه معاك. مش ممكن واحد يطلع ويقف يقول كده؟ هو الملحدين بيعملوا كده: انا مش عاجبني العيشه معاك. ده بص من حنيه ربنا ان هو حتى بيسمع، يعني بيسمح للي بينكروه ان هم عايشين. يقول لك حريتك. وعشان كده من الاول ربنا كان مدي وصيه، يقول لك كده لو تفتكروا ايام ادم وحواء، هو ايام ادم وحواء ايه اللي عملوا؟ ها، وقف وقال لهم بص كل الدنيا دي ليكم، بس انا بطلب طلب صغير، يعني بحذركم من الشجره دي، وانت بقى ليك مطلق الحريه، حبيت تاكل لكن انا مش همنعك ان انت ايه تاكل. حتى نفس الفكره حصلت مع قايين. يقول لك كده قايين اتكلم، ربنا اتكلم مع قايين وقال له خد بالك هناك خطيه رابضه امامك، يعني في خطيه جايه عليك، احذر منها لان دي هتكون عاقبتها صعبه جدا، اللي هي كان ان هو يقتل مين؟ يقتل اخوه هابيل. فربنا كان محذره، كان محذر بس منعه. يقول لك انا لحد هنا ماليش، ما اقدرش اخش اكتر من كده، انا اديتك الوصيه. يبقى اول حاجه ربنا يتدخل في حياتك على قد ما انت تسمح له ان هو يخش، وبالتالي لما انت بتسلم له خالص ففي الحاله دي بقى بيخش ويشتغل براحته. لكن طول ما انت مأيده ومديله مساحه صغيره او مساحه ايا كان في حياتك، هو هيتصرف من خلال المساحه دي. وتاني حاجه ربنا يحذرك عن الشر لكن ما يمنعوش عنك ولا يمنعك منه، بارادتك تروح وبارادتك تيجي. اخر حاجه يقول لك ربنا كمان في الاول قال لك انا ما بتدخلش الا غير ما بتسمح لي، بس يقول لك كده احيانا ربنا يتدخل في بعض الامور ويقتحم حياتك. يا رب انت بتقتحم ولا انت سايبنا حسب ارادتك؟ يقول لك انا اقتحم حياتك في حاجه واحده بس، لو امر هيؤدي الى خلاصك وانت ما كنتش تعرفه انا في الحاله دي اتدخل وابتدي اوجه نظرك له. ايه اكبر مثال على كده في الكتاب المقدس؟ يقول لك شاول. فاكرين شاول؟ بولس الرسول. شاول ده كان حاجة ايه؟ كان حاجة صعبة قوي، وكان مكرس حياته ان هو يقتل في مين؟ يضطهد ويقتل في المسيحيين، هو ده تكريس حياته. بس كان عنده حتة حلوة في الحتة دي، هو كان بيعمل الموضوع ده وهو كله محبة لربنا ومتخيل ان هو كده ايه؟ بيخدم ربنا وبيقدم له حاجة حلوة. فربنا لأجل الحتة دي قال له انا هتدخل، مش هسيبك وانا ما شئت ان انت تخلص زي ما بقيت الناس بتخلص، فانت بس انت عايز حته تظبيط. ففي الحته دي بالذات تلاقي ربنا يبتدي يخش في حياتك ويقتحم حياتك، يقول لك انت بتحبني؟ بحبك، بس انت ماشي في طريق غلط، تعال بقى وانا اظبط لك الطريق. ويصير شاول نتيجه تدخل ربنا لاجل خلاص نفسه اكبر ايه؟ كارث يمكن ما فيش بعده، او يمكن يعني ما فيش زيه في الكرازه بتاعته. فيقول لك كده لو انت عندك استعداد
ان انت تتجاوب مع ربنا وعندك محبة حقيقية لربنا، في الحالة دي ربنا يتدخل غصب عنك ويبتدي ايه؟ يشدك. لكن طول ما انت ليك كامل الحرية، او بمعنى صح وربنا محدد لك الأطر اللي انت ماشي فيها وانت مش بعيد عن الطريق الصح، ففي الحالة دي ربنا بيقول لك انا سايبك بقى ايه؟ بحريتك. يبقى عندنا ثلاث قواعد ربنا بيتعامل فيهم مع الانسان في موضوع مشيئته او ارادته. اول قاعدة ربنا يسمح، او يا ربنا يخش في حياتك على قد ما انت ما بتسمح له ان هو يخش. وافتكر دايما الباب والبلكونه والشباك تفتحهم كلهم ربنا ايه يخش. تاني حاجه يقول لك ربنا انا احذرك لكن ما منعكش من الغلط. لو انت هتغلط انا بس مجرد بس ان انا احذرك، لكن عمري ما منعك من ان انت تغلط، لان انت ليك مطلق الحريه. لكن لو انت انسان بعيد عن ربنا وما تعرفش طريق ربنا، ففي الحالة دي أنا هخش غصب عنك لأجل خلاص نفسك، وهبتدي أوضح لك الطريق، لكن برضو بعد ما أوضح لك الطريق أبتدي أسلمك بقى إيه لإرادتك أنت بقى تفتح أو ما تفتحش بعد كده، دي حاجة بتاعتك. ربنا يدينا أن احنا نعرف نعيش في مشيئته. موضوع صعب وصعب جدا أن انت توفق مشيئتك مع مشيئة ربنا، لكن بالصلاة كل حاجة تبقى سهل. ازاي ان انت تصلي ربنا وتقول له يا رب مش عايز مشيئتي ولكن عايز مشيئتك انت. وخدوا بالكم احيانا كتير في بعض احيانا كده يقولك طب يا رب طالما هي مشيئتك واحدة ومعروفة انا اصلي ليه؟ يقولك صلي عشان تصير مشيئتك انت ماشية مع مشيئة ربنا، وما تبقاش ماشية في تضاد مع مشيئة ربنا. يدينا ربنا ان احنا دايما نعيش مشيئته، ولربنا المجد الدائم ابديا امين.